بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا للأولين والآخرين، حمدا حمد عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وعلى سائر المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. طيب، الله، ثم الحديث 75، هذا حديث من باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أطول الأبواب التي قرأناها، في هذا الباب 34 حديث، 34 حديثا. إذن بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الثورات الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به بالدارين، قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه عن عمرو بن مرة رضي الله عنه مرة الهمداني رضي الله عنه النبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا حديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المتن نفسه الحديث اللاتي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأه أيضا ثم نشرح إن شاء الله. وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففي هذا الحديث فضل عائشة، لكن في ضمنها في ضمن تشبيه فضلها بفضل الثريد، بيان فضل الثريد، نعم، كذلك بيان
إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السريد؟ السريد يعني الخبز المسرود بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم. إذن وجود اللحم ليس بلازم، يكفي مرق اللحم يعني المخلوط. الخبز يقطع أولا ثم يضم إليه هذا المرق. ذكر علي القاري وهو الخبز المأدوم بالمرق، يعني خبز يستعمل معه، يخلط معه إدام المرق، سواء كان مع اللحم أو لم يكن، لكن الأول ألذ وأقوى وهو الأغلب. الذي يكون مع اللحم هو أقوى أذل وهو الأغلب. هذا هو السريد. ماذا هو فضل السريد؟ فضل السريد ذكر ابن حجر رحمه الله، فضله ما في السريد من النفع وسهولة مساغه وتيسير تناوله وأخذ الكفاية منه بسرعة. فإذا هكذا هو يكون أنفع. أنفع معناه من الخبز الجاف، وكذلك من الخبز المأدوم بإدام آخر، وهذا أنفع. وكذلك سهولة مساغه، مساغه سهل جدا بسبب اللذة، ثم وتيسير تناوله. لو كان مأدوما يعني مقطعا ثم مأدوما بهذا يكون أخذه سهل، تناوله فيه يسر. كذلك يأخذ الكفاية منه بسرعة. ثم فإذن أين الإدام؟ إدام يعني مرق اللحم، هذا هو الإدام. هذا الحديث يفيد أن من إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرق اللحم، يودم به الخبز. ثم ذكر علي القاري أيضا قال نقل عن الطيب، والسر فيه أن السريد مع اللحم جامع بين القوة واللذة وسهولة التناول وقلة المدة في الملغ. ملغ لا يطول. فضرب به مثلا ليؤذن بأنها، فإذا ما معنى التشبيه؟ ليؤذن بأن عائشة رضي الله عنها أعطيت من حسن الخلق وحلاوة النطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى البعل. هكذا ما شاء الله، كم من المحاسن لعائشة، فهي تصلح للعب، يعني كلمة لا تظهر. والتحدث والاستئناس بها والاصغاء إليها. هكذا يعني مصالح كثيرة، مدائح كثيرة لعائشة رضي الله عنها. ثم وحسبك أنها عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعقل غيرها من النساء، وربت ما لم يروي مثلها من الرجال. هذا فضلها. ثم من هي؟ هل هي أفضل يعني عائشة أفضل نساء الأمة؟ فإذا فضل عائشة على النساء كتب ابن حجر رحمه الله أي حتى آسية وأم موسى فيما يظهر. عائشة أفضل من آسية رضي الله عنها، كذلك من أم موسى.
وإن استثنى بعضهم بعضهم عصيتا ولما إليها مريم وفيما قاله محتمل لحديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. لكن وفي رواية لابن أبي شيبة بعد مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. نعم. فإن فضلت فاطمة فعائشة أولى. نعم. فاطمة سيدة نساء الجنة ثم استثنيت هذه الثلاثة آسية خديجة نعم مريم بنت عمران. فإذا فضلت فاطمة عن هذه الثلاثة فعائشة أولى, يعني هي مفضولة أيضا. وذهب بعضهم, لكن هذا ليس براجح كما يذكر يصرح, ذهب بعضهم إلى التأويل النساء بنسائه صلى الله عليه وسلم ليخرج مريم وأم موسى وحواء وآسيا, ولا دليل له على هذا التأويل في غير مريم وآسيا. نعم. يستثنى خديجة رضي الله عنها من النساء, تستثنى خديجة فإنها أفضل من عائشة على الأصح. لماذا؟ لتصريحه لعائشة بأنه لم يرزق خيرا من خديجة. سألت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رزق خيرا من خديجة, فقال لا, لذلك خديجة أفضل. فإنها أفضل من عائشة على الأصح للتصريح. ثم وفاطمة أفضل منها, كذلك فاطمة رضي الله عنها أفضل من خديجة أمها, إذ لا يعدل ببضعته أحد. فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الفضل لا يساويه. وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة. فإذا زينب أم كلثوم كلهن أفضل من خديجة وعائشة. نعم. فإذا بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة, زينب, أم كلثوم, نعم نعم, رقية, نعم رقية, هن أربعة. نعم. هن فضليات عن سائر النساء الأمة, ثم خديجة رضي الله عنها ثم عائشة رضي الله عنها. وأن سبب في الأفضلية ما فيهن من البضعة الشريفة. ومن ثم حكى ابن السبكي رضي الله عنه عن بعض أئمة الأسرية أنه فضل الحسن والحسين على الخلفاء الأربعة من حيث البضعة لا مطلقا, فهم أفضل منهم علما ومعرفة وأكثر ثوابا وآثارا في الإسلام. نعم. ذكر علي القاري وفي الحديث إشارة إلى أن الفضائل التي اجتمعت في عائشة رضي الله عنها ما توجد في جميع النساء من كونها امرأة أفضل الأنبياء وأحب النساء إليه وعلمهن نعم وأنسبهن وأحسبهن, وإن كانت لخديجة وفاطمة وجوه النخر من الفضائل البهية والشمائل العلية. نعم. لذلك صارت خديجة أفضل وفاطمة أفضل منها هكذا لوجوه النخر, ما لعائشة لم تجتمع في غيرها. ولكن الهيئة الجامعية في الفضيلة مشبهة بالسريد لم توجد في غيرها, ولذا قيل ليس في هذا الحديث تصريح بأفضلية عائشة على غيرها من النساء من جميع الوجوه, لأن فضل السريد على باقي الأطعمة من جهات مخصوصة. ليس السريد يعني أفضل الأطعمة مطلقا, بل للسريد فضل على باقي الأطعمة من جهات مخصوصة. نعم. وهو لا يستلزم الأفضلية من كل الوجوه. نعم. نعم. طيب. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
رضي الله عنه سهيل بن أبي صالح رضي الله عنه نبيه النبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتولأ. تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثور أقط. ثور يعني قطعة، قطعة أقط. أقط ما هو لبن جامد مستحجر، مستحجر. ثم يوكل جافا كذلك أو يبل ثم يوكل. هكذا تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعده رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتولى. إذن ما معنى التولى هنا؟ الظاهر أنه وضوء شرعي. نعم. لكن قال بعض الناس، قال بعض من العلماء أنه غسل الفم واليدين. التولى يعني وضوء لغوي. ذكر ابن حجر رحمه الله ولم يتولى أي الوضوء الشرعي وعدم وجوده هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة وغيرهم. وعوجبته فرقة لحديث الوضوء مما مسته النار ورده الجمهور لأنه منسوخ بما صح عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر جابر رضي الله عنه. فإذا التولى وجوب الوضوء مما مسته النار كان أول الأمرين صار منسوخا. أو يحمل الوضوء على غسل الفم واليدين. نعم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن وائل بن داود رضي الله عنه عن ابنه وهو بكر بن وائل رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسبيق. أولم من الولم بمعنى الجمع. أولم الوليمة طعام العرس. الوليمة هو طعام العرس. هذا وليمة هو مأخوذة، مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى. لأن الزوجين يجتمعان، زوجان يجتمعان، لاجتماعهما يعد هذا الطعام. فإذن هذه وليمة. أما طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده ويحتمل أنها إذا فعلت بعده يشترط قربها منه بحيث تنسب إليه عرفا، ويحتمل استمرار طلبها وإن طال الزمن قياسا على ما قالوا في الحقيقة من بقائها إلى البلوغ مطالبا بها الأبو ثم ينتقل الطلب إلى الولد نفسه. فإذن لو لم يولم أحد على عقد نكاحه يبقى هذا الطلب إلى الأبد. نعم. هذا هو الاحتمال الثاني. نعم. ثم واللفظ هي سنة مؤكدة، يعني وليمة عقد النكاح سنة مؤكدة، واللفظ فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم وبقية الولائم سنة، يعني الوليمة سنة لكل فرح. هذا وليمة الختان. هكذا وليمة على الإطلاق هو وليمة النكاح، أما ولائم سائر السرور يقيد، مثل يعني وليمة الختان، وليمة السفر، وليمة الرجوع من السفر، كذلك وليمة يعني ولائم كثيرة، مناسبات كثيرة. نعم. لكل سرور يشرع الوليمة كما ورد في الحديث من سر فأولي. أما صفية هي بنت حيي من نسل هارون أخي موسى عليه السلام. صفية بنت حيي
زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من نسل هارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام استفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمل نساء قومها كان أجمل نساء قومها نعم ثم استفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر نعم هي مصبية في خيبر استفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسها نعم ويقال أولا اختار هدية الكلب ثم صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقال على كل حال رواية البخاري أنه تزوج بها وكان قد قتل زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وكانت عروسا فذكر له جمالها فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء حلت له أي طهرت من الحيض يعني وقت عقد النكاح هي كانت حائضة فبنى بها بعد البناء يعني بعد الزفاف صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لأنس آذن من حولك وكانت تلك وليمته عليها نعم ثم قال ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعيره فيلع ركبتيه وتلع صفية رجلها على ركبتيه صلى الله عليه وسلم حتى تركب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانها على ركبانها الناقتها نعم على البعير نعم هذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه هذه صفية وهذه صفية هي رأت قبل هذا الأمر قبل النكاح أن القمر سقط في حجرها رأت مناما أن القمر سقط في حجرها فتأول بذلك هذا المنام هذه الرؤية تأولت بأن رسول بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نعم فإذا بأي شيء بتمر وسويق علم بتمر وسويق أي جعل طعام وليمته عليها من تمر وسويق وفي الصحيحين علم عليها بحيس وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق نعم هكذا عادات لإعداد هذا الطعام نعم ثم وبه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري رضي الله عنه قال حدثنا الفضيل بن سليمان رضي الله عنه قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي رضي الله عنه عن جدته سلمى رضي الله عنها إذن من حدث هذا فائد هو مولى عبيد الله عبيد الله هو مولى رسول الله فإذا فائد حدث قال حدثني عبيد الله بن علي عبيد الله يحدث عن جدته سلمى ماذا أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها هؤلاء ثلاثة حسن بن علي عبد الله بن عباس عبد الله بن جعفر ثلاثة أتوا جاءوا سلمى فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله رواية أخرى ويحسن أكله فقالت يا بني
لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليه فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فإذا هذا محبة طعام أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا محبة ما يحبه صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما يحبه صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الصحابة. هذا فيما مضى يعني مضى حديث محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء. لذلك الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدباء أحبه من ذلك الوقت. هكذا. فإذا هذا طعام أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه أيضا. هذا من محبته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا طعام يعني أمر عادي. أكل الطعام من الأفعال الطبيعية للإنسان. ومع ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما نحبه. ثم فإذا يا بني هكذا قال. هذا خطاب يعني للشفقة. يا بني ثم لا تشتهيه اليوم. فإذا هي أجابت بالإفراد. أفردت مع أن الحق الجمع. يعني هناك ثلاثة والخطاب لهم إما إيثارا لخطاب أكبرهم أو لأنهم لما اتحدت طلبتهم صاروا بمنزلة شخص واحد. ثم قالت لا تشتهيه اليوم. أنتم لا تشتهوا ذاك الطعام اليوم. لماذا؟ لاتساع العيش وذهاب ضيقه الذي كان أولا. يعني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الطعام ومع ذلك في زمانه كان ضيق وقد مضى هذا الضيق. لذلك يعني لا حاجة إلى اشتهائه. فإذا ماذا قالوا؟ لا تشتهيه اليوم. ويحتمل أن كل واحد منهم قال المخاطب لا بلا بلا يعني قال بلا يعني هذا المخاطب بيا بني أو كل واحد قال قال كل واحد بلا يعني إنكارا على قولها قالوا بلا. معناه نشتهيه على سبيل البركة. نشتهي ذلك الطعام على سبيل البركة على سبيل المحبة هكذا. ثم فنفيها. فإذا هي نهت هي نفت لا تشتهي. هذا النفي محمول على طريق الطبع وعرف الوقت. فإذا ليس إنكارها لهذا الطلب إنكارا للبركة والمحبة بل هذا على جانب آخر يعني طريق الطبع طبيعة لا تحبه في هذا الوقت. كذلك عرف الوقت لا يحبه في هذا الوقت. لماذا؟ لاتساع العيش وذهاب ضيقه الذي كان أولا. نعم. ولهذا قيدته باليوم. فإذا هذا الاشتهاء هو الصواب. نعم. لذلك هي بعد ذلك صنعت الطعام. هي اعترفت بطلبهم. بعد ذلك هي صنعت الطعام. نعم. قامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته يعني في قدر يعني جعلت دقيقه في قدر في برمة ثم صبت عليه شيئا من زيت زيت الزيتون هذا هو الله الرعب ثم ودقت الفلفل
അവത്തവാബില, അത് അത്തവാബിൽ കതബ അലിയുനിൽ കാരി الفلفل هو حبة معروفة وفي القاموس الفلفل كهدهد وزبرج حب هندي والأبيض أصلح وكلاهما نافع لأشياء ذكرها نعم فإذا هذا فلفل حب هندي كذلك التوابل هي أدوية حارة يؤتى بها من الهندي هذا فضل الهند نعم قيل هو مركب من الكزبرة والزنجبيل والرازيانج والكمون جم التابل توابل جم التابل نعم أو تابل ثم قربت هذا الطعام إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله نعم ثم حديث وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو أحمد رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن الأسود بن قيس رضي الله عنه عن نبيح العنزي رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أني أنا نحب اللحم وفي الحديث قصة فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متى هذا هذه القصة يعني هذا في غزوة الخندق نعم نعم هذا جابر رضي الله عنه ماذا قال جابر بن عبد الله أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا متى هذا في غزوة الخندق نعم هذا قصة مشهورة هذا ثم بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم علموا أن نحب اللحم لماذا قال هذا وقصد بذلك تأنيسهم وجبر خواطرهم دون إظهار الشغف باللحم والإفراط في محبته ما كان هكذا بل تأنيسا له وفيه إرشاد المضيف إلى أنه ينبغي له أن يثابر على ما يحبه الضيف إن عرفه لو عرف المضيف أن الضيف يحب هذا الطعام وإذن يثابر على ما يحب يصنع ذاك الطعام كذلك الضيف إلى أن يخبر بما يحبه أي إرشاد الضيف إلى ما يرشده هذا الحديث إلى أن يخبر بما يحبه متى هذا حيث لم يوقع المضيف في مشقة لو علم أو لو ظن أن إخباره بما يحبه يوقع المضيف في المشقة لا يخبر وإلا ممكن يعني لو أخبر المضيف يسر المضيف عندئذ نعم يفرح ثم قال وفي الحديث قصتنا هذا قصة مشهورة يعني قصة تكسير إكسار الطعام على طريق المعجزة هذا قصة هكذا تكسير الطعام كان في منزل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كذلك كان مع أبي طلحة رضي الله عنه وكذلك كان مع أم سليم رضي الله عنها وهكذا يعني كثير من القصص وهنا في كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل للإمام ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه كلام طويل بالنسبة إلى المعجزة نعم ثم هناك نقطة يعني المعجزة ما يقع بدعوى النبوة والتحدي على يد نبي جيد له هذا معلوم ذكر أثناء بحثه أن كل جزئي من المعجزات لا ينبغي أن يقترن بها التحدي بل يكفي التحدي ودعوى النبوة مجملا يكفي هذا نعم هذا نقطة مهمة
هذا بحث طويل جدا، هو بين كثير من مفردات المعجزات. هذا عندنا وقت ضيق، لذلك لا أريد أن أبحث هذا البحث في هذا الدرس. إن شاء الله نقرأ في وقت آخر إن شاء الله. فإذا أنتم تراجعون هذا البحث، يعني مفيد جدا. ثم هذه قصة، هذا قصة تكسير الطعام. وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة، يعني 10 أنواع من المعجزة، منها إحياء الموتى. أيضا أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأموات. نعم. ثم على طريق المعجزة، ثم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه. فإذا قال، وفي هذا السند يعني يحدث سفيان عن شيخين، عبد الله بن محمد بن عقيل كذلك عن محمد بن المنكدر، هما عن جابر رضي الله عنه. ماذا قال جابر رضي الله عنه؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه. أولا يعني قدمت إليه شاة، أكل من هذه الشاة، ثم أتته بقناع من رطب، بعد أكل هذا اللحم لحم الشاة أتت بقناع من رطب فأكل منه، ثم تولأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتولأ. نعم. قناع هو الطبق الذي يوكل عليه، نعم، هذا طبق صغير يوضع هذا الرطب فيه ثم يوكل منه. فإذا هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا في بيتها، فذبحت له شاة فأكل منها، فأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم تولأ للظهر. فإذا هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، هكذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يذهب إلى مكان أو إلى أحد من الناس للتبليغ للدعوة إلى الإسلام، أو لحاجة إلى بيت أحد من بيوت الأنصار أو بيوت المهاجرين، هكذا يذهب وقت الضحى، بعد صلاة الضحى يخرج. نعم، هكذا عادة صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا يعني في ذلك اليوم أيضا، ثم خلا في بيتها وقت طويل حتى حان وقت الظهر، تولى للظهر وصلى، ثم انصرف من صلاة الظهر، فأتته بعلالة من علالة الشاة، علالة يعني بقية من الطعام، البقية من كل شيء يقال علالة. فإذا هي في الصباح ذبحت شاة، طبختها ثم أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل منها وبقي منها شيء، هذا قدمته بعد صلاة الظهر فأكل، ثم صلى العصر ولم يتولى. ممكن هذا صلاة العصر إلى في بيتها. نعم، هذا وقت طويل. ثم انصرف، من أين انصرف؟ من الصلاة، هذا هو الظاهر، أو من محلها من منزلها، يعني ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيتها هكذا، وصلى ثم انصرف، أي من صلاته أو من محلها، يعني من محل الصلاة. فإذا ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلها، نعم، انصرف من محل الصلاة، فأتته بعلالة، علالة الشاة من بقية لحمها فأكل. فإذا في هذا الحديث ماذا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع من لحم في يوم مرتين. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين شبيع من لحم. فما مر عن عائشة من في ذلك إنما باعتبار علمها. كذا قيل وهو غير جلي، إذ لا يلزم من أكله مرتين الشبع في كل منهما. نعم، فيه دليل على حل الأكل ثانيا وإن لم ينهضم الأول. نعم، وهذا قبل الظهر وبعد الظهر. فإذا الظاهر أنه لم يهضم الطعام، إذا لم ينهضم يجوز الأكل ثانيا إذا آمن التخمة باعتبار عادته أو لقلة المأكول، من أولا أكل قليلا أو ثانيا أكل قليلا. وقد يندب ذلك لخبر حاتب المضيف، لا وقد بل قد يندب ذلك جبرا لخاطب المضيف ونحوه، يعني الأكل ثانيا جبرا لخاطر المضيف، يعني جبر خاطر المضيف أمر مهم. نعم، ثم حديث وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري رضي الله عنه قال حدثنا يونس بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا بليه بن سليمان رضي الله عنه أن سمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه يعقوب بن أبي يعقوب رضي الله عنه أم المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي. ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هذا من أم المنذر. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي. ولنا دوال معلقة، دوال يعني في الأصل دوالي جم دالية، في الأصل هو دوالي بالياء، ثم حذفت الياء وعبلت بالتنوين صار دوال، وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل أكل. هذا هو دالية، هو العذق من النخلة يقطع ذا بسر ثم تعلق فإذا أرطب يؤكل هكذا. فإذا كان معلقا، فإذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا البصر المعلق في بيتها. نعم، فهذا علي رضي الله عنه أيضا معه وأيضا بدأ يأكل. أثناء الأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. ناقه من نقح الشخص، كذلك نقح الشخص ما معنى هو يعني شفي عوفي من مرض، ناقه المشفي من المرض، البريء من المرض، النقهة والبرء من المرض. فإذا كان قريب العهد بالمرض ثم برأ منه، هذا معنى قوله إنك ناقه. فإذا هذه فاكهة، الفاكهة تضر للناقه، الفاكهة تضر للناقه هكذا ذكر يعني الأطباء. ثم بعد ذلك هي صناعة طعام، ما هو سلقا وشعيرا. أم المنذر قالت جعلت لهم سلقا وشعيرا، سلقا وشعيرا، فقال هذا أوفق لك أصب. سلق شعير، شعير نفسه أو ماؤه أو دقيقه، والمعنى
فطبخت طبخت وقدمت لهم. نعم. ثم فإن هذا أوفق لك، أي من جميع الوجوه، أو من سائر الأطعمة. نعم. يعني هذا بسبب أنه ناقه، هذا الذي يعني يليق به هكذا. وهنا أيضا يعني كلام طويل بالنسبة إلى يعني العلاج. وقال يعني هذا السلك والسعير والشعير، لأنه من أنفع الأغذية للناقه لما في الشعير من التغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، وما هو يقول، فلذا أطلت الكلام فيها وفي متعلقاتها، ومن ذلك أنه ينبغي الحمية للمريض والناقه. قال بعض الأطباء أنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض، لأن التخليط، تخليط يعني ضد النقاهة، يوجب انتكاسه وهو أصعب من ابتداء المرض. والحمية للصحيح مضرة، حمية يعني التقي القيود في الطعام يعني في المأكولات هكذا. هذا هو الحمية لأجل المرض، هذه القيود، هذا للصحيح مضرة، بل صحيح يعني مطلق، هو حر يأكل ما يشتهي، لكن يعني بالآداب النبوية فقط. نعم. كذلك هو قال، وفي حديث الباب أيضا أصل عليم للطب والتطبيب، وأنه ينبغي التداوي، فقد صح إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، هكذا أمر للتداوي. ثم بعد الكلام يقول، استفيد من هذه الأحاديث أن رعاية الأسباب بالتداوي لا تنافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع بالأكل. دفع الجوع كيف بالأكل؟ هذا هو عادة طبيعة ليس فيه ترك التوكل، هذا لا ينافي التوكل. كذلك دفع المرض الاستشفاء بالتداوي بالأدوية والعلاج ليس فيه ترك التوكل، لا ينافي التوكل. ومن ثم قال المحاسبي بالتداوي المريض اقتداء بالسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك حديث، من استرقى أو اكتوى برئ من التوكل. فإذا هذا يدل أن العلاج يعني استرقاء أو اكتوى الكي الرقى ينافي التوكل. فإذا ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ أي من توكل المتوكلين الذين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هكذا قال. فجعل بعض المتوكل أفضل من بعض، لا هذا ليس بالتأويل جيد، بل أحسن منه ما قال ابن عبد البر، يعني بريء من التوكل إن استرقى بمكروه أو علق شفاءه بوجوده نحو الكي، هكذا بوجود نحو الكي علق شفاءه به، وغفل عن أن الشفاء من عند الله تعالى. وأما من جعله جعل الشفاء على وفق الشرع ناظرا لرب الدواء متوقعا الشفاء من عنده قاصدا صحة بدنه للقيام بطاعة ربه، فتوكله باق بحاله استدلالا بفعل سيد المتوكلين إذا عمل بذلك في نفسه وغيره، هذا هو أحسن. فإذا رجل يأخذ يتناول الأدوية يأخذ العلاج، مع ذلك ينظر لرب الدواء يتوقع منه الشفاء، يقصد بالعلاج صحة البدن للقيام بطاعة ربه، هكذا. نعم.
الله ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا بشر بن السري رضي الله عنه عن سفيان رضي الله عنه عن طلحة بن يحيى رضي الله عنه عن عائشة بنت طلحة رضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي رضي الله عنه عن يزيد بن أبي أمية الأعور رضي الله عنه عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل يعني جعل التمرة إداما لخبز الشعير نعم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن سليمان رضي الله عنه عن عباد بن العوام رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام فإذا حديث عائشة فيه ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يجد غداء يعني طعام الصباح لو لم يجد للغداء شيئا ينوي الصوم ثم يصوم نهاره هكذا وكذلك في بعض الأيام يكون على العكس يعني هو بات ناويا لنفل الصوم ثم بعد ذلك في الصباح حينما يجد طعاما يتحلل من صوم النفل نعم وهذا يدل على جواز التحلل من صوم النفل بدون إثم نعم كذلك هذا حديث يعني تماما لمذهب الشافعية هكذا يجوز التحلل وكذلك يجوز نية الصوم بعد الفجر لو كان الصوم نفلا ثم كان يعجبه السفل سفل يعني ما بقي من الطعام إذن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره يعني ما بقي من الطعام لو ما بقي من الطعام يعني يكون قديما لا يكون يعني طريا بل يكون قديا مضى عليه وقت هذا يعني كما قدمت أم المنذر رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علالة من علالة الشات علالة من علالة الشات أو أم المنذر لا هذه امرأة من الأنصار نعم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علالة من الشات إذا أكل منها كذلك لا يكره يعني السفل يعني ما بقي بالطعام بل لو حان الوقت الثاني يأكل منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه نعم وبهذا ختمنا هذا الباب باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي يلي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام نعم سنقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين